مساء الخير شباب، واهلا وسهلا فيكم لهالفيديو الجديد من فيديوهات قناة تقنية عربية. بهذا الفيديو اصدقائي رح نقوم بحل مشكلة عدم حفظ الصور الواصلة عن طريق الواتساب في الاستديو او في المعرض. عم توصلني رسالة فيها صورة بالواتساب، عم بقدر افتحها بقلب الواتساب، ولكن لما عم بنتقل على الاستديو ما عم بلاقيها بالاستديو او ما عم بلاقيها بالمعرض. خليكن معنا. بالبداية أصدقائي بتمنى منكم الاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس. إذا كان عندك أي سؤال عن الواتساب اترك لي إياه بالتعليقات أسفل الفيديو، ولا تنسى ما تدعمنا بالإعجاب. إذا أصدقائي لتوضيح المشكلة هي على الشكل التالي: أنا إذا أرسلت رسالة لنفسي مثلا، هي الصورة رح أرسلها على حسابي الثاني الواتساب، وصلتني هي الصورة مجرد فتحتها هون، تمام، عم بقدر عاينها للصورة وأموري بخير. مجرد انتقلت لعند الاستوديو ما عم بلاقيها للصورة موجودة هون، لاحظتوا هاي هي المشكلة بحد ذاتها، ما عم بلاقيها بالمعرض للصورة. طيب شو هي المشكلة؟ المشكلة على الشكل التالي: كل ما عليك الانتقال إلى الواتساب، ومن ثم الانتقال إلى الإعدادات. داخل الإعدادات صديقي بتنتقل لعند الدردشات. في هذا الخيار عندك عرض الوسائط، عرض الوسائط التي تم تنزيلها حديثا في المعرض في هاتفك، تمام. بتفعل هذا الخيار مثل ما انا شايفين، بتفعله وبتخليه بحالة تفعيل، وكل ما عليك الخروج من التطبيق والخروج من جميع التطبيقات وإعادة استقبال الرسائل والصور من البداية. يعني بيرجعوا أصدقائك ببعثوا لك صور من أول وجديد، وبتلاحظ أنه رح يظهروا جميعا في المعرض. شكرا لمتابعتكم أصدقائي، وإلى اللقاء بفيديو جديد من فيديوهات قناة تقنية عربية.